الخير الجميع، واهلا وسهلا بكم مره ثانيه مع الشيف نعمة سليمان وبرنامج تيست ثرو تايم. التحضير مالتنا اليوم راح نسوي صلصه الطماطم بالعظم والبهارات مالتها، ورق الغاب وملح وماء، وراح نضيف التوابل الى معلقتين من معلقة الملح، ورق الغار. احنا راح نستخدم المي مال العظام فقط، خلينا دولتين ماي، خلينا ندست على النار، وراح نعوف واقد على النار عالية مدة ساعتين. بعد ما يغلي طبعا بالتأكيد راح ننصي درجة الحرارة عليه على مود لا يظل يفور. وساعدنا بعد ما استوى اللحم خليناه يبرد، راح نطلع العظام. طلعنا اللحم والعظم معانه من الدسك، وهسه راح نصفي المي بهالطريقه هذه. الان بعد ما حصلنا على مي اللحم اللي طلع عندنا لترين مي لحم، راح نحتاج المواد هذه اللي راح نستخدمها بالصلصه. راح نحتاج معلقه اكل ملح، معلقه اكل فلفل ابيض، فلفل اسود، معلقه اكل اوريجانو، كلهم على معلقه معلقه. بعدين راح نحتاج ربع قالب زبد، راح نحتاج معلقتين محمره، 4 معالق معجون طماطه، من معالق كراش توميتو. عندنا قليل من الخضرة راح نستخدم، ربع فلفل أخضر، ربع فلفل أحمر، طماطاية واحدة، نصف بصلة، وسنين ثوم. هذه المواد اللي راح نستخدمها بالصلصة مالتنا مال الطماطم. راح نترم هذه الخضرة كلش ناعمة بالمكنة. راح نترم الخضرة، ما راح نترمها ناعم، لا راح نترمها بالمكينة. هنخليها داخل الماكينة هي اللي تترمها، نريدها ناعمة جدا. نخليها بالمكنة، نترمها أيضا. راح أضيف الملح إلى، أشقل تكون ناعمة أشقل أحسن تكون جاهزة للصلصة. مثل ما تشوفون بعد ما ذاب الزبد راح نضيف بقية المواد للدسك. بعد ما قلى معجون الطماطة مع المحمرة مع الكراش توميتو مع بعض، راح نضيف الخضرة اللي ترمناها ناعم جدا للمحتويات هذه. راح نضيف البهارات إلى هذا الأوريغانو، معلقة أكل أوريغانو، معلقة أكل فلفل أبيض، ومعلقة أكل فلفل أسود. الآن خلت المواد مع بعضها، راح نصب المي اللحم. شوف شلون طبقة دهنية علينا، طبقة كلش حلوة. هي هذه النغمة اللي راح تنطي طعم طيب للتوميتو صوص، هذه النغمة الطيبة.
الصلصة مثل ما تشوفون جهزت كاملة 100%. هذه الصلصة نقدر نستخدمها بكثير من الأكلات وخاصة التركية، اسكندر كباب، بيتي كباب، يوغرت لعدنة، كثير من الأكلات اللي احنا نحب نخلي لها توميتو صوص. إن شاء الله راح تعجبكم هذه الصلصة، وبالعافية وألف عافية.